بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الصداق. حدثنا حجاج ابن أبي يعقوب الثقفي، أخبرنا معلى ابن منصور، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة رحمهم الله، عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. قال أبو داود: حسنة هي أمه. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع، أخبرنا علي بن الحسن ابن شقيق، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري رحمهم الله أن النجاشي رضي الله عنه زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. مر معنا في الدرس الماضي أيها الإخوة ذكر الصداق، وكم كان صداق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وصداق بناته. ومرة ذكرنا أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المغالاة في المهور، وأن هذا هو هدي الشريعة. وقد مر ما ذكره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما خطب الناس وذكر لهم وقال: لا تغالوا في مهور النساء، مستدلاً بما أمهر به النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه وما أخذه مهراً لبناته. وقلنا في الدرس الماضي إن المهر لا بد منه في النكاح، المهر لا بد منه في النكاح، حتى ولو تم النكاح وهو العقد بدون مهر، بدون ذكر المهر، فإنه لا بد من تسميته. ولو توفي الزوج قبل تسميته فإن المرأة يفرض لها مهر يتساوى مع مهر نسائها، يعني مع من حولها من النساء، وسيأتي معنا هذا. قلنا أيضا إن المهر خالص حق المرأة، وهذا ما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه الكريم في قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة خالصة. والمهر كما قلنا في الدرس الماضي ليس ثمنا تشترى به المرأة، ولكنه تكريم للمرأة، وإشعار برغبة الرجل فيها واستعداده بكل ما يتطلبه هذا العقد من حقوق وواجبات. في هذا الحديث الذي سمعتموه آنفا أن
النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بأم حبيبة، وأم حبيبة هي رملة اسمها رملة، أم حبيبة كنيتها اسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وكانت هذه أم حبيبة من المهاجرات إلى الحبشة، هاجرت هي وزوجها عبد الله ابن جحش، وكان من المسلمين الأوائل، هاجروا إلى الحبشة عبيد الله ابن جحش، هاجروا إلى الحبشة مع من هاجر من المسلمين فرارا بدينهم، وتركوا خلفهم أهلهم وتركوا خلفهم وطنهم، هاجروا ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قدر عليها ببلاء في أرض الغربة في أرض الهجرة. هذه أم حبيبة وقع عليها بلاء الهجرة، وتركت أهلها وتركت بلدها، ثم لما وصلوا إلى هنالك ومكثوا مدة تنصر زوجها والعياذ بالله. والأعمال كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام بالخواتيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وخاتمكم على الإيمان. فتنصر الرجل وارتد عن الإسلام ثم مات في تلك الديار، فبقيت أم حبيبة غريبة وحيدة مع المسلمين، هنالك عدد من المسلمين لكنها كانت غريبة أيضا عن بلدها. وتوفي هذا الرجل الذي كان زوجا لها ثم ارتد عن الإسلام، يعني ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، وهذه مصيبة كبيرة بالنسبة لها، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمها بأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه واحدة من حكم تعدد زواج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتزوج للشهوة والمتعة، وإن كان هو رجل لا يستغرب منه ذلك، لكنه في كثير من زواجاته كانت تهدف إلى معنى معين. هذه امرأة مسلمة خرجت من ديارها وأبوها أبو سفيان شيخ مكة على الكفر، فهي خرجت منابذة لأبيها تاركة لوطنها، ثم يرتد زوجها ويموت على الكفر، مصائب متتالية. تعود إلى من؟ هل تعود إلى أبيها أبي سفيان رأس الكفر في ذلك الزمان؟ ماذا تصنع وهي امرأة ليس لها ولي في ذلك البلد؟ فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام ليجبر كسرها وأكرم به من صنيع من النبي عليه الصلاة والسلام. تزوج بها ليجبر كسرها وليكافئها على عملها الصالح، على هجرتها وعلى التزامها بدينها. لكن من هم قرابتها حتى يعقد لها؟ كان معها رجل من قراباتها وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعثمان من بني عبد شمس من بني أمية من قراباتها، فهو ولي في ذلك المكان، فعقد لها على النبي عليه الصلاة والسلام. بقي موضوع المهر، المسلمون فقراء ما عندهم شيء، مهاجرون إلى تلك الديار، ف
فقام النجاشي وهو الملك ملك الحبشة رضي الله تعالى عنه، وسنأتي نبين سبب الترضي هذا، فأمهرها يعني أعطاها صداقا 4000 درهم، وهذا صداق كبير جدا يعني، لكنه هو ملك أعطاها هذا الصداق، وأعطاها من الثياب ومن الطيب شيئا كثيرا. يقال إنه أمر نساءه أن يخرجن لهن لها من أطيب ما عندهن من الثياب والطيب، ثم رحلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مع من؟ مع شرحبيل ابن حسن رضي الله تعالى عنه. هذه أم حبيبة. لماذا نترضى عن النجاشي مع أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ النجاشي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو ملك، فتح الله قلبه للإسلام فقبله، ودافع عن المسلمين واحتضنهم وأكرمهم في الحبشة. ولما توفي، يوم أن توفي النجاشي، كلنا سنموت والموت نهاية كل حي، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي فأخبره بموت النجاشي في المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إنه توفي هذا اليوم رجل صالح النجاشي، فقام فصلى عليه صلاة الغائب. أول مرة تشرع فيها صلاة الغائب في الإسلام في الصلاة على النجاشي رضي الله تعالى عنه. فما سر إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث الآن في باب المهر، مع أنه قد تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أصدق يعني ما دفع مهرا لإحدى نسائه إلا 12 أوقية ونشا، كما تقول أم المؤمنين عائشة، والنش هو نصف الأوقية، وكذلك كان مهر بناته رضوان الله تعالى عليهم. جاء به المصنف ليدل به على أن المهر ليس له حد، شيء يقع تكريم من الرجل للمرأة وبالتراضي، بالتراضي، لكن المطلوب فيه هدي الشريعة في المهر، عدم المغالاة، تيسير سبل الزواج تقتضي تيسير المهر، عدم المغالاة في المهور، في مهور النساء. لكن لو دفع الرجل إلى المرأة صداقا كثيرا فلا شيء فيه، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه الكريم، قال وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار من المال شيء كثير، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ خالص حق المرأة، هذا خالص حق المرأة. فهذه 4000 درهم شيء كثير بالقياس إلى ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه وما كان يأخذه مهرا لبناته، لكن هذا وقع من النجاشي، والنجاشي أرسل بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن المهر ليس له حد محدد. سيأتي معنا في أحاديث أخرى أن المهر أقل من هذا أيضا، ثبت أن المهر أقل أيضا مما أصدق به النبي عليه الصلاة والسلام نساءه وما قبله صداقا لبناته. باب قلة المهر. حدثنا موسى بن إسماعيل أنبأنا حماد عن ثابت البناني وحميد رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، قال يا رسول الله تزوجت امرأة
قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاه. حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي أنبأنا يزيد أنبأنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقاً أو تمراً فقد استحل. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود رواه ابن جرير عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. نعم، في هذه الأحاديث التي ذكرت الآن بيان لأن المهر قد يكون أقل من ذلك، المهر قد يكون أقل مما ذكر معنا سابقا، وهذا لا حرج فيه، لكن ما هو المعنى الذي يجمع القليل والكثير والأنواع المختلفة؟ هنا ذكر قبضة من طعام أو كفا من طعام أو من شعير أو نحو ذلك، ما الذي يجمع هذه كلها؟ الذي يجمعها أنها مال، المال له مفهوم في الشريعة، كل ما تقيم به الأشمياء، كل ما كان له ثمن، كل ما له قيمة متعارف عليها بين الناس هذا مال. لكن الأشياء التي ليست بمال إما لأنها لا تقبل عند عامة الناس أو لكونها محرمة في الشريعة، الأشياء المحرمة في الشريعة ليست مالاً، يعني الخنزير والخمر والعياذ بالله هذه وإن كانت لها قيمة عند من يستحلها لكنها في الإسلام ليست مالاً، ليست مالاً. فلا بد أن يكون الشيء الذي يقدم للمرأة على أنه مهر مما يتعارف الناس على أن له قيمة، يؤخذ ويعطى ويباع ويشترى حتى ولو كان شيئا يسيرا. طبعا حديث عبد الرحمن بن عوف أيضا له علاقة بقصة هجرة عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من السابقين إلى الإسلام، من السابقين للإسلام، وممن هاجر من مكة إلى المدينة. وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة، آتاه الله مالا كثيرا وبذل بذلا كثيرا سخيا في سبيل الله. لكن عبد الرحمن شأنه شأن المسلمين الذين هاجروا، تركوا أموالهم وديارهم وأولادهم كل شيء، فوصل إلى المدينة مهاجراً مع من هاجر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل أصحابه المهاجرون إلى المدينة واستقبلهم إخوانهم الأنصار، قام فآخى بين كل رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين، آخى، المؤاخاة، جعلهم إخوة، هذا أخو هذا، وكانوا بمقتضى هذه المؤاخاة يتوارثون، لو مات أحدهم فإنه يرث أخوه. النبي عليه الصلاة والسلام فرض هذا، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن وبين رجل من الأنصار. هذا الرجل كان عنده حديقتان، كان عنده بستانان،
وكانت له امرأتان، متزوج بامرأتين، فطابت نفسه وأراد أن يشرك أخاه هذا المهاجري الفقير. عبد الرحمن كان فقير، ما عنده شيء، هاجر وصل إلى المدينة خلوا من كل شيء إلا من ردائه وإزاره. فقال له: إن لي حديقتان، سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، نعم، اختر إحداهما، الخيار لك، قل أريد أن أخذ هذه الحديقة فهي لك بما فيها من الغراس والثمار والمياه، خذها لك، وأنا متزوج بامرأتين، فاختر إحداهما لأطلقها ثم تتزوج بها بعد أن تعتد. كيف كرم الأخلاق هذا؟ كيف السخاء هذا؟ كيف طيب النفس؟ بماذا قابله عبد الرحمن؟ مفترض المتصور أن الإنسان الفقير الجائع المهاجر الذي ليس له من حطام الدنيا شيء، أنه ماذا؟ أنه يقبل، وهذا أخوه. ماذا قال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ما أريد شيئا من هذا. ماذا تريد؟ قال: دلني على السوق، أرني السوق الذي يتبايع فيه الناس، وهذا يكفيني. فذهب عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وكان ماهرا، كان تاجرا ماهرا، والتاجر الماهر يستطيع أنه يتحرك وأنه يوجد شيء. فذهب إلى السوق وباع واشترى وكسب مالا، اكتسب مالا عبد الرحمن. وأول شيء فكر فيه ماذا؟ أنه يتزوج، فخطب امرأة من الأنصار فتزوجها على صداق. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثياب مزعفرة معطرة، يعني يبين عليه أثر الفرح وأثر السرور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مهيم، هذه كلمة قال للاستفسار، ما الخبر يعني؟ لماذا أنت هكذا؟ أنت جئت مهاجرا والآن بثياب حسنة مطيبة معطرة، مهيم؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار، عروس، هو عروس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجت امرأة من الأنصار. سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصدقتها؟ يعني ماذا دفعت لها صداقا؟ قال: وزن نواة من ذهب. وزن النواة ليس المقصود به النواة التي نعرفها والتي في باطن التمرة، وإنما هو كان وزن معروف، ولذلك يقول بعض العلماء إنه 3 مثاقيل وشيء، يعني شيء كثير من الذهب، وهذا دليل على أنه أصبحت عنده ثروة، اكتسب مالا من البيع والشراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة وقال: أولم ولو بشاه، اصنع وليمة، وليمة للنكاح، وادعو الناس لها. وهذه الوليمة أيها الإخوة في الإسلام، العلماء تكلموا فيها هل هي واجبة أو سنة، والراجح أنها ليست واجبة، لكن لها أهمية. ما هي أهمية هذه الوليمة؟ إدخال السرور على نفس الزوج، المرأة أنه احتفي بها، وأيضا دعوة الأصدقاء والأحبة وأهل المرأة، يعني هذه فيها دعوة، فيها إدخال الفرح والسرور، وفيها الدعاء، الدعاء من هؤلاء الذين يحضرون يدعون لهم بالبركة: بارك الله لكما وبارك عليكما، كما جاء في الحديث: وجمع بينكما في خير، الدعاء. فهذه من الأمور المطلوبة، ليست واجبة ولكن يسن.
أو لم ولو بشاه، قوله عليه الصلاة والسلام ولو بشاه هذا أقل القليل، دليل على أنه يمكن أن يولم بأكثر من ذلك من غير مفاخرة ومن غير إسراف، لكن يعني المهم الوليمة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه. فهنا عندنا في هذا الحديث أنه أصدقها هذا المقدار من الذهب، وهو كما يقول العلماء بعض العلماء 3 مثاقيل ونصف من الذهب، وهذا شيء كثير. ثم تأتي الأحاديث التي بعده وتبين أنه القبضة، القبضة من الطعام أو ملء الكف، القبضة ما هي؟ هكذا يعني لو أدخل يده في الطعام في الشعير في البر في كذا فقبضها كذا، هذه قبضة. لكن يعني ملء الكف لو أعطاها طعاما، لأن هذا مال له قيمة، له قيمة. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن المهر ليس له تحديد، ليس له تحديد. كل شيء يعتبر عند الناس ويصلح لأن يتمول يطلق عليه مال له قيمة بينهم يصلح أن يكون مهرا. لكن في حديث جابر الأخير الذي يقول كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة، هذا ليس في النكاح، هذا وارد في المتعة، في نكاح المتعة. نكاح المتعة كان في الجاهلية معروفا وأحل في الإسلام ثم حرم، محرم نكاح المتعة. وإن كانت بعض الطوائف تزعم أنه حلال لكنه هو محرم. وممن يروي تحريمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه في غزوة الفتح، دخلوا مكة ومكثوا مدة، كانوا مسافرين فترة ثم بعد ذلك مكثوا في مكة مدة، أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في نكاح المتعة ثم نهاهم، أذن لهم. فيقول جابر كنا نستمتع بالقبضة، يأخذ قبضة من الطعام يدفعها لامرأة يستمتع بها لمدة من الزمن ثم نهي عن هذا. لكن هذا أخذه بالمعنى العام، بمعنى أنه كل شيء يمكن أن يكون مالا وترضى به المرأة فهو مهر، يصلح أن يكون مهرا. نعم. باب في التزويج على العمل يعمل، يعمل في التزويج على العمل يعمل. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار رحمهم الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، إني قد وهبت نفسي لك، نفسي إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. قال لا أجد شيئا. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص بن عبد الله حدثني أبي حفص
ابن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة، لم يذكر الإزار والخاتم، فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء أخبرنا أبي، حدثنا محمد بن راشد عن مكحول نحو خبر سهل قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه قصة عجيبة أيها الإخوة، حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى ذكر صنيع المرأة هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهبت نفسها يعني أن يتزوجها بدون مهر، وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وكونها تصنع ذلك دليل على أنه ليس لها أولياء، إما أولياؤها غائبون أو أنهم منقطعون، منقطعة ليس لها أحد. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوقفت عليه وقالت: يا رسول الله، زوجتك نفسي، وهبتك نفسي، وهبتك نفسي. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجبها، فظلت واقفة وقتا طويلا في العرف، ما أجابها النبي عليه الصلاة والسلام، لا قبل منها ولا اعتذر إليها. كان بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام رجل من الشباب من المسلمين، فقير ما عنده شيء، الشباب يحتاجون الزواج، كل رجل يحتاج إلى الزواج. فلما رأى هذه الحال ورأى تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في الرد عليها، ما قال: زوجنيها يا رسول الله وسكت، قال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فما أراد أن يتقدم على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه وضع هذا الشرط: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. كانت لك بها حاجة، أنت صاحب الحق، لكن إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، هذه غنيمة، غنيمة باردة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما معك؟ ماذا تصدقها؟ ما معه شيء. قال: معي إزاري، ما عنده رداء حتى، عنده إزار يلفه على نصفه الأسفل. قال: ما معي إلا إزاري هذا. قال: إن أعطيتها إزارك بقيت بدون إزار. التمس شيئا، شيئا، أي شيء يصلح أن يكون مالا، اذهب. ذهب ما وجد شيئا، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: التمس ولو خاتما من حديد، ليس خاتما من الفضة ولا من الذهب ولا ولو من حديد، يعني من أقل الأشياء. وهذا دليل على أهمية وجود المهر في عقد بعد عقد النكاح. فذهب فلم يجد شيئا، حتى هذا المقدار اليسير، خاتم من حديد، ما وجده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يسأله، يريد أن يجد له مخرجا. قال: هل معك شيء من القرآن؟ يعني هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. طبعا بعض الروايات تقول معه سورة البقرة، وبعضها تقول السورة التي بعدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: علمها 20 آية من سورة البقرة وهي امرأتك. هذا الصداق، هذا الصداق. طبعا قد يقول قائل: القرآن ليس مالا، القرآن لا يباع ولا يشترى، لكن القرآن هذا أعظم شيء يقدم، تعليم.
أن تعلم إنسانا هذا التعليم يحتاج وقت ويحتاج جهد ويحتاج ربما بذل ومال. قال علمها وهي امرأتك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هنا ما سألها من صاحب الحق في المهر؟ من هو صاحب الحق في المهر؟ المرأة. ما سألها هل تقبلين بهذا القليل، تقبلين بالقرآن، لا تقبلين؟ ما سألها النبي عليه السلام. لماذا؟ لأنها هي جاءت وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بدون قيد ولا شرط. هذه واحدة. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين، هو ولي من لا ولي له، الذي يرى فيه المصلحة يفعله. فرأى المصلحة في تزويج هذا الشاب من هذه المرأة التي جاءت تطلب الزواج، ورضي بهذا المهر، بين أن هذا يصلح أن يكون مهرا. إذا علمها 20 آية من سورة البقرة هذا خير كثير. فاشترط عليه النبي عليه السلام أن يعلمها 20 آية. قال وهي امرأتك، خلاص حصل الزواج، حصل الزواج بينكما. التعليم هذا ليس شرطا أن يكون قبل الدخول بها، لا، لأن المهر كما يقول العلماء يثبت في الذمة، يعني يمكن أن يكون دينا يؤدى فيما بعد، ويتزوج بها ثم بعد ذلك يعلمها 20 آية من القرآن الكريم. طيب هذا حصل يقينا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والله أباح لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بهذه المرأة لو رغب فيها. قال وامرأة مؤمنة يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما يأتي واحد الآن كما ذكرنا في الدرس الماضي فيأخذ بيد فتاة ويقول خلاص، تقول وهبتك نفسي ويقول قبلت. لا، لا بد من الولي، لا بد من المهر، لا بد من الشهود. ما النكاح غير السفاح، النكاح له مواصفات وشروط لا بد منها. أما هذا الأمر فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الله أباح له إن أراد النبي أن يستنكحها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد ذلك، فسارع هذا الرجل المؤمن الشاب طلبا للعفة والعصمة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحال. لكن هل هذا الحكم في التزويج بالقرآن خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يعم كل أحد؟ الظاهر ظاهر الحال أنه يعم كل أحد، لكن بعض العلماء قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يزوجها بما معه من القرآن خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ذلك، ولا بد من دفع مهر حتى ولو كان المهر شيئا يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر المؤمنين، وهو أعرف بمصلحتهم وهو حريص على ذلك، فلذلك زوج هذه المرأة من هذا الشاب لأنه رأى المصلحة في ذلك. نعم. باب في من تزوج ولم يسمي لها صداقا حتى مات. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق رحمهم الله عن عبد الله رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها،
ولم يفرض لها الصداق، فقال رضي الله عنه: لها الصداق كاملة، وعليها العدة، ولها الميراث. قال معقل بن يسار رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فساق عثمان مثله. حدثنا عبيد الله، حدثنا عبيد الله ابن عمر، أخبرنا يزيد ابن زريع، أخبرنا سعيد بن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمهم الله أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرا، أو قال مرات، قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط. قال: وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريان. فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان رضي الله عنهم، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه القصة تدلنا على أن المهر حق للمرأة، وأنه يثبت ولا يسقط بحال من الأحوال إلا إذا أسقطته هي. وهذه امرأة عقد عليها رجل ولم يسمي لها مهرا، لأن المهر إذا سمي في العقد أصبح حقا للمرأة، إذا سمي وقع الاتفاق في العقد على أن المهر مبلغ معين فهذا حق للمرأة، مسألة ليس فيها اجتهاد. لكن إذا لم يسمى لها المهر، عقد عليها ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها وتوفي قبل أن يدخل بها، مسألة غريبة. فجيء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله ابن مسعود من علماء الصحابة وكبار المفتين فيهم، كان الناس يأتون إليه يستفتونه، فجاءوا إليه يسألونه في هذه المسألة الغريبة، امرأة عقد عليها رجل ولم يسمي لها المهر في العقد ثم توفي، ماذا لها وماذا عليها؟ فاختلفوا إلى ابن مسعود مدة من الزمان، وابن مسعود يقلب الأمر على وجوهه، يخشى على دينه، يخشى أن يقول فيها شيئا يخالف شرع الله، لكنه تأمل الأمر كثيرا ثم أفتاهم، قال: أقول فيها برأيي، أنا ما عندي دليل، ما عندي علم عن الله ولا عن الرسول فيها، لكني أقول فيها برأيي، لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. ما معنى مهر نسائها؟ يعني المهر الذي يعطى لمن هو مثلها في بيئتها، قراباتها، جيرانها، من حولها في بيئتها، كم يعطون من المهر؟ لا وكس ولا شطط، المتوسط، يعني لا يعطى الشيء العالي جدا ولا يعطى الشيء المنخفض جدا، لا وكس يعني لا ناقص، ولا شطط يعني فاحش. ثم ماذا؟ قال: وعليها العدة، لها المهر وعليها العدة ولها الميراث،
امرأة زوجة، ما دام أنه حصل العقد فالزوجية كاملة، تعتد لحق الزوج وترث وتأخذ المهر بالتقدير. من يقدر المهر؟ من له التقدير؟ طبعا الجهات المختصة، القاضي، ولي الأمر، أو بالتراضي بين أوليائها وأولياء الميت، لها مهر نسائها. ومع ذلك ابن مسعود قال لهم إن هذا باجتهادي، أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابا فمن الله، توفيق من الله، وإن يكون غير ذلك فمني والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. ما أزعم أن هذا حكم الله. ثم بعد ذلك جاءه بعض أناس من المسلمين من قبيلة أشجع، قالوا يا ابن مسعود شهدوا عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة حصل لها مثل هذه المرأة، عقد عليها زوجها اسمها بروع، بروع بنت واشق، عقد عليها زوجها ومات ولم يسمي لها مهرا، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها مهر المثل وأن عليها العدة ولها الميراث من زوجها الذي توفي. هلال زوجها كان اسمه هلال بن مرة الأشجعي. فلما قالوا ذلك لابن مسعود شهد عنده اثنان من المسلمين من صحابة رسول الله، فرح بذلك فرحا شديدا. فرح بماذا؟ هل دخل في جيبه شيء؟ لا، فرح بتوفيق الله له أنه أصاب باجتهاده الحق الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ينبغي أن يحرص الإنسان المسلم عليه، أن يتوخى موافقة شرع الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه نعمة. وهو ما كان يتكلم من فراغ كما يقولون، هو كان من أهل العلم، من أهل القرآن، من حفظة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المعروفين بقربهم من الرسول عليه الصلاة والسلام وحفظهم لأقضيته وأحكامه. فلذلك عندما يجتهد مثله هو من المجتهدين، عندما يجتهد فاجتهاده غالبا ما يكون في دائرة النصوص والقواعد الشرعية، ولذلك وفقه الله سبحانه وتعالى لإصابة الحق الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا غرابة أنه فرح بهذه الموافقة. نعم. طيب، عندنا هنا بعض الأسئلة قبل أن نختم الدرس. يقول: عندما يدخل أحد الأشخاص المسجد يسلم بصوت مسموع ونحن نقرأ القرآن، فهل نقطع القراءة ونرد السلام أو نواصل القراءة؟ القراءة ليست صلاة، القراءة عمل صالح، ورد السلام عمل صالح أيضا. فإذا استطاع الإنسان أن يجمع الأعمال الصالحة كلها، قراءة القرآن ورد السلام، فهو على خير إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أمر برد التحية، ابتداء السلام كما يقول العلماء سنة، أن تسلم على من تقدم عليهم سنة، هذا ليس بواجب، لكن رده، رد السلام على من سلم عليك، الرد على من سلم عليك، هذا واجب بنص كتاب الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل ذكره: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ردوها على الأقل،
كما هي. يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله فلا أقل من أن تقول عليك السلام ورحمة الله، لكن الأكمل والأحسن أن تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لأن في كل واحدة من هذه الكلمات عشر حسنات، عشر حسنات، كما ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عشر، ودخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عشرون، ودخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثون. فالصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر يحتاج إلى جواب، قالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا وكذا، قال الأول سلم بقوله السلام عليكم فقلت عشر يعني عشر حسنات، والثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فقلت عشرون يعني عشرون حسنة، والثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت ثلاثون، ثلاثون حسنة في هذه الكلمة اليسيرة، لكن الله سبحانه وتعالى أوجبها على المؤمنين، أوجب رد التحية. ولهذا لا يجوز أن الإنسان يرد التحية بأقل منها، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ما تقول وعليك السلام وتسكت، لأن الله أمر بأن ترد بأفضل منها أو أن ترد بمثلها، بمثلها. فأنت في هذه الحال مأمور بأن ترد التحية بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا لا يشغلك عن قراءة القرآن، تستطيع أن ترد عليه السلام ثم تستأنف قراءة القرآن مرة أخرى. أما إذا كنت في الصلاة فلا تقطع صلاتك لترد عليه، لكن تؤشر ثم إذا انتهت، إذا انتهيت من صلاتك تسلم عليه. يقول أنا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة أجعل كل وقتي في الصلاة على النبي بهذه الصيغة، فهل عملي صحيح؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم عملك صحيح، وهذا في حديث أبي، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني أصلي عليك، من عادتي أنني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني الوقت الموفر لي كم أجعل لك منه لأصلي عليك؟ قال ما شئت، الشيء الذي تستطيعه. قال أجعل لك ربع صلاتي؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصف صلاتي؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك ثلثي صلاتي؟ قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. أخذه بهذه الدرجات التي يرقى بها إلى الكمال. قال يا رسول الله أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك إذا فعلت ذلك. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل القرب، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الصلاة من الله الرحمة، فالله سبحانه وتعالى يهيئ لك عشر رحمات بصلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، عشر رحمات من الله بصلاة واحدة تصليها على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، وقال أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأغر، ليلة الجمعة ويومها. فإذا فعلت ذلك فأنت على خير إن شاء الله، وهذا الأمر له أصل ولا حرج عليك فيه إن شاء الله. حتى ولو قلت سيدنا رسول الله فهو سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم.
يقول إذا أردت أن أؤدي عمرة عن أحد الأقارب هل يمكن أن أؤديها من التنعيم؟ نعم، إذا كنت هنا في مكة تستطيع. هذا الأخ يقول هل هناك زواج يسمى زواج المسيار وما حكمه؟ هذه تسميات حديثة تعرف عليها الناس في هذا الزمن. زواج المسيار، ما هو زواج المسيار؟ زواج المسيار هو عقد يقع بين الرجل والمرأة بحضور الولي والشهود والمهر، لكن المرأة تتنازل فيه عن بعض حقوقها. يعني يقول الرجل أنا في الوقت الذي يتيسر لي آتيك، يقول لها موافق، أو يقول لها أنا أسكن في البلد الفلاني وإذا تهيأ لي وجئت في هذا البلد أنا آتيك، تقول قبلت. فالمرأة هنا تتنازل عن بعض حقوقها، وإذا تنازلت المرأة عن بعض حقوقها لا شيء في ذلك، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حصل ذلك معها ومع زينب رضي الله تعالى عنها، زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام، حصل بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام شيء فغضب منها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت إلى عائشة وهي تعرف مكانتها عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتوسط لها ليرضى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت وماذا لي إذا قمت بهذا العمل؟ قالت أهب لك ليلتي، فوهبت ليلتها لعائشة ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن بعض العلماء يمنع من هذا الزواج، ليس لأنه زواج غير مكتمل الشروط، لا هو مكتمل الشروط والأركان، لكن لأنه تترتب عليه مفاسد. امرأة، رجل يتزوج بامرأة ويتركها، وقد تكون هذه بكرا ثم يعاشرها، فتعرف من أمور الرجال ما لم يكن معروفا لها، ثم بعد ذلك هذا الرجل لا يأتيها إلا نادرا. والمرأة خلق الله بين الرجال والنساء الانجذاب، الرجال يميلون إلى النساء والنساء يملن إلى الرجال، فربما يخشى عليها من أن تقع في الفاحشة قبل الزواج، هي مصونة في بيت أهلها أو في بيتها بعيدة عن هذه الأمور والتفكير في هذه الأمور. لكن هذا الزواج الآن بهذه الصورة، ليس الزوج يأوي إليها في كل يوم ويأتيها ويرعاها، ولذلك قد يقودها هذا إلى أن تقع في مسائل يعني من الأمور المنهي عنها، ويحصل هذا كثيرا كما يتحدث الناس عن هذا. بل وجد أن بعض الناس في مثل هذه الأحوال يتزوج بامرأة وتكون هي متزوجة بأكثر من رجل أيضا على نفس المنهج، يعني يأتيها هو في آخر الشهر وهي متفقة مع رجال. هذا يحصل يقينا، هذا حصل في كثير من الحالات، ولا نقول بأنه السمة الغالبة، لكن هذا الزواج بهذا الأسلوب قد يكون مدخلا لوقوع الفساد في مثل هذه الأحوال، لكنه ليس زنا. يعني لو أن رجلا تزوج بهذا ما يقال له هو زاني، ولا يقال للمرأة زانية، لا. ولو وجد بينهما أولاد فالأولاد ينسبون إلى الزوج. في بعض الأحوال قد يقدم بعض الناس عن طريق بعض الوسطاء على أن يكون هذا الزواج غير مسجل بطريقة رسمية، معروف، يذهب إلى الوسيط ويقول له نعم أنا عندي زوجة لك ومناسبة وكذا ويزوجه. هذا الزواج مفسدة بهذه الصورة، لأن المرأة قد تحمل وليس هناك شيء يثبت أنها امرأة، الشهود قد يهربون، قد يموتون، قد يسافرون، فلذلك لا بد من الاحتياط في تسجيله إن وقع.